هذاك اللي قال راه كاين البرنامج من هذاك اللي تقاسم معنا المعلومه، من هذاك اللي عطانا واحد السر من الاسرار، من هذاك اللي عطانا التجربه ديالو تقاسم معنا، كنا تنكونوا شركاء. هذا النجاح تيكون هكا اصلا، فلسفه النجاح هو المشاركه. جميل الاستاذ محمد بن ساسي. غادي نعاود نذكر برقمنا للتواصل معنا اللي هو 0522 77 24 24. مرحبا بالاتصالات ديالكم، التجارب ديالكم، ونذكركم فانه في نهايه كل يوم خميس في اصوات برنامج كيدير مع المصروف كيقدم قسيمه شراء القيمه ديالها 1000 درهم لكل شخص تواصل معنا مباشره وتقاسم التجربه، وخاصها تكون تجربه متميزه. بطبيعه الحال المجال مفتوح فوق الجميع، يعني اي شخص خاصو يفكر بديك الفكره ديال علاش لا عندي تجربه، طيب ما عنديش تجربه، علاش ما نصنعش تجربه؟ وهذا واحد من بين الامور اللي خدمنا عليها العام الموسم اللي فات كله، وهذا الموسم دائما كنذكروا بها. ايه انت اللي كتسمعنا وانت كذلك اللي كتسمعينا، راه عندك امكانيه وعندك الذكاء وعندك القدره باش حتى تكون عندك تجربه ديالك خاصه. حنا ملي كنتكلموا على التجربه الماليه طبعا، على اعتبار ان البرنامج هو برنامج كيهتم بكل ما عنده علاقه بالمال، ومن كنقولوا المال كنتكلموا على الاسره ياك. بالضبط، لان الماليه ديال الاسره لما كتنجح نطمئنوا على جميع الباقي الامور. استاذ محمد بن ساسي، في الاسبوع الماضي كان واحد المستمع واللي هو مدير تجاري كان تصل بالبرنامج وكان قدم مجموعه من النصائح اللي كنظن ما كتبعها ما كتشرى، اسرار نقدروا نقولوا 4 ديال الاسرار من اجل تسويق المنتوجات. على داكشي قبيله وحنا كنتكلموا في الكواليس تكلمت على 4 استاذ محمد بن ساسي. اذا 4 ديال واسمهم 4 بي او لا 4 ديال الاسرار ديال التسويق، وحنا كنستقبلوا يعني تساؤلات واسئله من عند مستمعين اللي عندهم صعوبات على مستوى التسويق ديال المنتوجات اللي عندهم. فعلا هم كنشكروا الاخ العزيز مشدي حقاش مصطفى، المهم مدير تجاري كان تواصل معنا، وكنا في ديك المرحلة أصلاً قبل منها مباشرة كنت ناشط الناس اللي عندهم مع التسويق وكي يزاولوا التسويق يفيدونا وبعض الأسرار ديالهم اللي أولاً تقدر تكون نظرية وتقدر ميدانية. هاد اللي كتخبي اللي كان تقاسم معنا الأخ العزيز هما 4 ديال الكلمات اللي كتحمل الحرف بي في الأول ديالها في اللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية، اللي هو البرودوي المنتوج. لما كنتكلموا على المنتوج يقدر يكون خدمه يقدر يكون سلعه. نعم. الثانيه هو لو بري، يعني الثمن. نعم. شحال اللي غادي تسعر اللي غادي تخرج به ديك السلعه للسوق، ديك الخدمه للسوق. الاخرى هي البروموسيون، هي الدعايه وكل ما يتعلق بالترويج للسلعه. ثم اخيرا كاين البلاس، يعني فين البلاسمون، فين غادي تحط هذاك المنتوج وفين غادي تبيعه والمكان اللي غادي تعرض فيه هذا المنتوج هذا. نعم. يعني وهنا سواء من ديك السيد اللي عنده مشروع في البيت، بلاس برودوي بروموسيون. اذا الاول هو البرودوي، هو ذاك المنتوج اللي غادي. نعم. من ديك السيد اللي غادي يدير مشروع في الدار، هذاك الشخص اللي غادي يدير شركه. نعم. كلهم كيعنيهم هاد 4 هادو. اذا حنا بحكم عدد كبير ديال الناس تيفكروا انهم يديروا مشاريع ولا مشاريعات كيصغروا، راه قريبا غنبداو نكبروا هذيك المشاريع، ما بقاش مقنع انا في الحقيقه. اللي عنده دابا شي فكره واخا تبان لي صغيره اسمها مشروع، ما باغيش يقول مشاريع. علاش؟ باش نخلقوها كبيره في راسنا، من الاول تبدا كبيره في راسنا، كبيرنا في العقل ديالنا، كبيرنا في الذهن ديالنا، هذا غادي يعطيها المدى على مستوى التفكير ولا مستوى العقل، يعطيها فين تاخذ الحجم ديالها اللي ديما مفتوح. هذا اشاره بسيطه. اذا المنتج اللي غادي تصوب شنو هو ولا غادي تصوب ولا اللي غادي تبيع اشنو هو، مزيان تكون انت عارفه من الاول. مساله اخرى هو كدا تفكر اول ما غادي يكون جاهز عندك ولا على الاقل جاهز في الذهن ديالك، باش غادي تبيعو، بشحال غادي تقدمو للناس. وهنا غادي نشير واحد الاشاره في هادو 4، كاين شي حاجه سميتها الرغبه. رغبه من؟ رغبه المستهلك، داك الشخص اللي غتبيع ليه الخدمه ولا المنتوج، خصك تراعي الرغبه ديالو. انت اصلا فاش فكرتي في واحد المنتوج تبيعو، فكرتي في واحد الناس عندهم رغبه فيه، باغيين يشريوه، باغيين يقدموا فيه الفلوس ديالهم. المساله الثانيه هو الثمن، باش غادي يرغبوا الناس يدفعوه. يعني بعض المرات كتكون شي اسعار اللي ما مقبولهاش، اللي ربما تقدر تكون غاليه على واحد الفئه. وهنا شكون هي الفئه اللي بغيتي انت توصل ليها
هذا المنتوج هذا ولا هاد الخدمة. الثالثة هي كيفاش غادي يتروج ليه، كيفاش غادي يتروج ليه بالطريقة اللي تعرف الناس اللي عندهم رغبة في هذا المنتوج. ممكن تدير منتوج ولكن الناس بزاف ما عارفينوش، ما واصلهمش الخبر. اذا انت ولا انت الفئة اللي بغيتي توصلي لهذا المنتوج هذا، واللي واحد الناس عندهم رغبة انهم يشريوه، خاصك توصل لهم المنتوج. واخر حاجة هي فين غادي تعرضوا لهم، واش في الدار يجيو عندك او لا، يعني البلاصه اللي غادي نديرها او لا هو محل محل غادي يبيعوا فيه. نعم فهمت. او لا غادي سوغ انترنيت، او لا غادي توصلوا ليهم المكان ديالهم. كاين مجموعه ديال العوامل كلها كتضافر باش في نهايه المطاف كتصنع النجاح ديال الرواج. اذا الناس كلهم، اذا ولا ما كانوش هاد الربعه ديال ديال يعني العوامل ولا هاد الاسرار نسميوها، ما يمكنناش نسوقوا المنتوج ديالنا بطريقه اللي هي جيدة احترافية. غادي تقدر تسوقه ولكن ماشي بطريقة احترافية، وبالتالي أي ضعف في النجاح ناتج على ذاك النقص اللي كاين في هذا العامل من عوامل الأربعة. واحد المثال اللي كان عطاه لنا هذا الشخص اللي كان تواصل معنا واللي كان رائع، أستاذ محمد نساسي، وعطاه مثال ديال السيدة اللي كتصاوب الحلوى. قالت هذه السيدة كتزود واحد الباتيسري، واحد المخبزة كتزودها بكيلو ديال الحلوى، مشات باش تطلع على ذاك المنتوج واش تباع ولا ما تباعش، لقات بأنه باقي 200 غرام، يعني تبعت 800 غرام. المره الاخرى شنو قال لها السيد استاذ؟ خاصها تزود والمحل تعرض فيه 800 غرام. يعني سولنا علاش فعلا كانت مساله مثيره، وكان هذا سر من الاسرار. اذا شنو علاش افلام؟ قال لك لان خاص المنتوج يتباع، خاص الناس تدخل في العقل ديالها بان هاد الحاجه ما بقاش اليوم مشيت لقيتها تبعت ما كايناش. غدا غنجيبها الاولى كاينا جوده، ثاني خاصي غدا نمشي في وقت مبكر باش ناخذ الحصه ديالي من داك الحاجه. غتجي مره اخرى يقول لك المول المحل لا راه ممكن زيدني كيلو ونص ولا صوب لي عافاك المره جوج كيلو، لحقاش هو كاين الطلب عنده، وبالتالي هو اللي غادي يعطيك المعلومه حول الزبائن. إذن بين الأسرار ديال ترويج المنتوج أستاذ محمد بن ساسي، إحنا دائما مواصلين مع المستمعين، وطبعا غادي ناخذوا الاتصالات ديالهم وغادي نتعرفوا على التجارب ديالهم. شكرا لك إيمان حسي اللي كتسهر على نقل حلقات البرنامج بالصوت والصورة. شكرا لك إبراهيم هضيبي. إحنا مواصلين معكم إلى حدود الساعة 8، نبقى مع فاصل ونواصل.